بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بإذن الله النهاردة هنعمل منظم كده للأكياس بتاع المطبخ، هنعملها بشكل جمالي وتتعلق في المطبخ كتحفة، وبرضه ان هي تنظم الشغل عندنا وتنظم الأكياس، ما تكونش بهدلة في المكان. عندنا دي ازازة حاجة مية غازية، يعني ممكن تكون ازازة حاجة ساقعة، ممكن اي ازازة عندنا بلاستيك، ممكن برطمان صغير، كله ينفع برضو. الفكرة بس اللي هعطيها لحضراتكم والمتاح ممكن نعمله. عندنا دي ازازة، وعندنا عارفين الشنط اللي هي بتاعت الملابس، شنط الملابس يا جماعة اللي هي اللي زي دي، تمام، اللي بنجيب فيها الملابس من المحلات. طبعا دي بتترمي ساعات، فاحنا هنستغلها في الفيديو ده ان احنا هنغلف بيها الازازة دي، هنشوف مع بعض كده. وعندنا بقى التجميل بتاع المنظم الاكياس، ممكن ان احنا نستخدم مثلا اي تجميل عندنا. انا كان عندي الشرايط دي كانت باقية من الستارة، فاحنا هنستخدمها. ممكن لو في مثلا شرايط ستان ممكن نستخدمها، ممكن الولي، اي حاجة متاحة هتدينا برضو شكل جمالي في المطبخ ويبقى شكلها ايه ظريف. نبتدي كده مع بعض. هنقطع هنفتح الازازة من المكان ده كده، بسم الله. نفتحها شكل دائري عادي خالص عشان ندخل منها ايه الاكياس، بسم الله. بالشكل ده ممكن نسوي بالمقص ايه لو في حاجة زيادة، بسم الله كده. برضو هنفتحها من الخلف، برضو هنفتحها. فتحناها حبايبي من الجهتين بالشكل ده كده اهي، تمام. هنيجي بقى نجيب الشنطة اللي احنا قلنا عليها بتاعت الملابس. طبعا لو في الوان، طبعا ممكن تختار اللون اللي انت عايزاه، في احمر في اصفر، انا حبيت اللون الابيض عشان لو احنا هنجمله هيبان فيه ايه اي شغل. طبعا الايد دي هنستغلها ان احنا هنعلق المنظم منها، مش هنقطعها ولا حاجة. هنقيس بقى كده نشوف المقاس اللي احنا عايزينه. بحيث ان الايد تبقى مظبوطه معانا. المقاس ده كويس كده، هنا كده كويس، فانا هعمل ايه، احدد بالمقص كده. طبعا هي اللي الفكرة ما هيش عايدة مقاسات ولا حاجة، هي ايه احنا هنحدد بس ايه المقاس على الازاز. حددنا بالمقص اهو المكان، هقص بقى وارجع لحضراتكم. قصنا يا جماعة الشنطة اهي على مقاس الايه الازاز عندنا. هنلزق بقى بالشكل ده كده، وهلزق ايه على جسم الشنطة كلها بالشكل ده. هلزق بقى بالراحة كده،
بالشكل ده لزقنا الايه الشنطة كلها اهي على جسم الازاز. هنا مكان لسه اهو نلزقه كويس بالشكل ده. هنيجي من هنا من تحت وهعمل اخرام عشان نكشكش المنطقة دي تبقى ضيقة عشان ننزل منها الايه تنزل منها الاكياس باحكام. هنخرج كده من اماكن متفرقة كده كذا فتحة بالشكل ده عشان ندخل منها شريط الستان ايه ونعمل كده إيه تضييق للمكان ده. هنجيب شريط الستان عندنا اي لون تحبيه برضو تمام، وهندخل من الفتحات دي بالشكل ده بسم الله. هندخل بايدينا عادي يا جماعة اهو، مش محتاجة ابرة ولا حاجة، وهنظبطه كده. بالشكل ده طبعا الاسمر اللي في اللي تحت ايدي دي اللي في العلبة ده كان كتابة. نعمل بقى فتحة هنا كده وهنعمله على شكل فيونكة بسيطة خالص. نظبطه بس كده الايه دككنا احنا الشريط الستان اهو بالمنظر ده كده. هنعمل بقى الشريط فيونكة بسيطة خالص. بالشكل ده بالشكل ده تمام. ان احنا ضيقنا المكان ده عشان ننزل منه الاكياس تمام. هنيجي بقى هنا الشكل من فوق بقى وهنعمل تجميل بسيط كده للشكل. هنلف عليه الايه الفرنشة دي بسم الله. دي كانت عندي ما اشتريتهاش ولا حاجة، هلفها كده واثبتها كويس بايه بالشمع. بالشكل ده اهو هنعلم بقى ونقيس ايه نقص الزيادة بسم الله. طبعا الفرنشة دي بتنسك فاحنا لازم ان احنا هنتنيها من اخر مكان كده ايه على بعضها عشان التنسيل طبعا يا جماعة. الزق بس اكمل اللزقة هنا واجي في المكان ده وايه واتني طرفين على بعض بالشكل ده كده
عشان اضمن ان هي تعيش معايا كويس وان تبقى محافظة ان ما تنسلش بالشكل ده. اعمل كمان صف هنا تحت كده، ممكن ان احنا نعمله كده بالشكل ده برضو هيبقى كويس، بحيث ان اخلي الولاية دي تحت دي بالظبط كده اهي، عشان تدينا شكل جميل. طبعا التجميل ده يرجع لحضرتك، وكل واحد ايه والحاجات المتاحة، عشان احنا طبعا بنستهلك او بنعمل اعادة تدوير للحاجة، فمش عايزين احنا نكلف نفسنا بالطريقة دي. وهاجي هنا برضو واعلم بالشكل ده، واكمل لزق ايه الفرنشة بتاعتي، وبنفس المكان كده، وايه واعمل تانية برضو عشان التنسيق زي ما عملنا فوق بالظبط اهو بالشكل ده كده، نلزقها كويس. بالشكل ده ممكن نجيب قطعة فوم ونعمل مثلا شكل كده كالهلال كده، وكمان منظر زيه كده تاني، ونلزقهم على انهم ايه وش كده وجه يعني. هجيب الشكل ده كده، هنعمل زي وجه كده يا جماعة، يعني يدي لها برضو ايه منظر كده. والعينين حاجة بسيطة خالص اهي، والعين التانية. يبقى كده خلصنا الشكل بتاعنا النهاردة بالمنظر ده.